يلا لأشوف صفو قدامي منيح. جيبوا لها الكلب. بابا جلال، بترجاك بابا، بعرف اني غلطت، الله يوفقك سامحني، قلبك كبير. كرم تعال عندي لهون، تعال. بدي اياك انت كمان تشوف رحمتي. شوفي، لهلأ ما صار شي لسه، رح يصير، تفرج. داود، أمور بابا، خلينا نسامحه، مع انه هالزلمة سرق منا مصارينا يا ابني، بس رح نسامحه. شو رأيك؟ يلي بتقوله هو الصح بابا. وانت قلي شو رأيك يا حسن؟ بابا طيب، اذا انت بدك نسامحه على السرقة اللي عملها، بس طلع منحرف وبتحرش بالولاد، بس يلي انت بتقوله من نفسه يا بابا، خلينا نسامحه بشكل حلو. شفت بعيونك؟ ليك نحن سامحناك. خلص. شكرا شكرا يا بابا. الله يوفقك بحياتك يا ابني، ولا تنسى هالمعروف. شكرا يا بابا. بدي تضل تتواصل معنا. ايه ماشي بابا. مو تروح وتنسانا. إذا في شي واحد منكم مشترك بالسرقة مع هالوسخ يطلع ويورجيني وشه. يطلع ولا يضيع لي وقتي. لا تعصبوني. أنا ما عملت شي، وأنا ما قلت إنك عملت شي، بس أنت إجيت ووقفت قدامي، ما بعرف شي، وأنا كمان ما قدرت أعرف. شو يعني؟ أنت قديش بقي من عمرك؟ 5 أيام؟ بقي 4 ساعات؟ أو 3 دقايق؟ بقي ثانيتين بس، ثانية.
بإشي. عرفت ليش دقيت لك؟ لأنه بدي إياك تشوف شو بصير باللي بيخلط مع بابا جلال. قصدك اللي بيفكر يغلط؟ شو يا حساس؟ كل ما يموت حدا بتزعل كتير، هيك صار فيك بالغابة. انت تركتني بالغابة مشان ازعل اكتر؟ مهضوم انت على فكرة، بس انا ما بحب المزح بنوب. مظبوط، انت بتحب القتل بس تستمتع فيه. لازم تحب شغلك، لو الكل بيحب شغله وبيعمله صح ما كانت الأرض مكان وسخ لهالدرجة. إذا ما حبيت شغلك ما بتتطور. شو هاد؟ بدك تاخد الرجال بهالسيارة؟ ايه طبعاً، زباين هاي السيارة كتار. بس بتعرف شو؟ مو مبين مين رح يجي دوره فيها. يا داود، عفكرة كلامك مزبوط. أنا رح قلك شغلة نحن الاثنين منعرفها، أنت وأنا رح نطلع جولة فيها وبعد فترة كتير قصيرة يا كرم. ايه موافق، بس انا بقعد بكرسي شوفير وانت بتاخد راحتك ورا. ايه أحلام، شو صاير؟ دير بالك من المحامية، اليوم اجت على المطعم وحكيت كتير. قالت انه انت هلأ لازم تترك هذا الشغل اللي عم تشتغله كرم، وبصراحة انا ما عرفت شو اعمل معه، قلت بتصل فيك. طيب خلص لا تخافي، انا بحل القصة. كرم، شو عم تعمل هون؟ أهلا وسهلا. أنت رحتي لعند أمي؟ ايه كرم. شو مشكلتك ملك؟ يعني ليش عم تعملي هيك؟ لأن كنت حابة أعطيك فرصة، كان بديك تترك هالشغل قبل ما تنأذى. بلشت هاي المحاضرة هلأ؟ برأيي بكفي، محامية المافيا عم تحكي عن الأخلاق. رح تنأذى يا كرم. ليك، بابا جلال بيمسك الجمر بالملقط، وهالملقط هلأ انت.
النار رح تحرقك، يمكن مو اليوم بس بكرة رح تحترق أكيد. على فكرة أنا مليت من نصائح الكل لي، ما دخلك فيني. حطيت الجهاز. أهلين بابا، كيفك؟ كل الأمور جاهزة، كل شي جاهز بالغرفة اللي رح تجتمعوا فيها اليوم. ماشي بابا، مع السلامة. شو شبك كرم؟ ليش عابس؟ أنا هلأ حابب أطلب منك طلب. طلب شو ما بدك؟ ملك، ممكن ما تعتقلوها؟ اسمعني، أنا قلت لك من الأول لا تتورط وتحب، هي رح تتعاقب على كل شيء عملته مثل البقية. هي عم تعمل كل هاد لتوفي دينا لجلال وبس، وما تورطت بجرائمهم أبدا. نحن ما لازم نأذيها. طيب خلاص بنحكي. إذا كنت عم تشوف هالفيديو يعني اللي شكيت فيه صح، يعني أنت اللي عطيت المعلومات ليوسف. ما بعرف إذا عم تتعاون مع الشخص اللي خرب لك حياتك، يمكن هو تقرب منك، يمكن عطاك وعود، يمكن يخليك ترجع شرطي. بتمنى أكون غلطانة وما تكون عملت هيك، وما تكون استغلتني. كرم، إذا شفت هذا الفيديو من لابتوبي يعني أنت الوحيد الخاين، ورح تجبرني خبر عنك بابا جلال. فيني فوت شوي؟ بعتذر منك، تمادت كتير، هلا عرفت انك فكرتي بمصلحتي.
ما عاد بدي أحكي بهي القصة يا كرم. ملاك، إذا لسه بدي كان يروح أترك هذا الشغل كله، عندي شرط واحد. أنتي لازم تروحي معي. ما بعرف ليش ما عم تفهم إنه أنا بمكاني الطبيعي. أنا لازم روح، عندي اجتماع مع موكلي وتأخرت. مساء الخير يا جماعة. خير؟ قلي من وين طلعت أنت؟ قلت لحالي بيجي وبشوف أمي لأني مشتاقة. طلعي شو معي؟ عنب، أكلتك المفضلة، رح نقعد وناكل سوا. مو جاي على بالي يا كرم. رح تشتهي بس أغسلهم وجيبهم. أعطيني ياهن أنا بغسلهم. يسلموا. أمي، عم تاخدي دواكي شي؟ أي دواء؟ شو أي دواء؟ مو الدكتور كتب لك وصفة؟ وأحلام رح تشتريها؟ ولا لسه ما اشتريتها؟ شو بدها تشتري؟ الدكتور ما كتب أي وصفة، أحلام هيك قالت. أحلام هيك قالت؟ على أساس أنت بتخاف على أمك؟ أنت ما عندك علم إذا الدكتور كتب وصفة ولا لا؟ شبك خوفتني؟ أحلام، دي أسألك سؤال. سؤال؟ أنت اشتريتي أدوية أمي؟ أكيد، ليش عم تسأل؟ وعم تاخدهم؟ طبعاً عم تاخدهم كرام، شبك أنت؟ لشو هالسؤال هاد؟ كيف هي عم تاخدهم ونحن حكينا من شوي وقالت أحلام ما اشتريت دواء؟ فهميني. لا، شو هالحكي؟ أنا اشتريت للأدوية، ما في داعي تخاف. أحلام، قولي الحقيقة، بعرف إنك عم تخططي لشي. شبك كرام، فيك تقلي ليش عم تضغط علي؟ أحلام، ما رح عيد سؤالي. شو؟ تمام، أمك صحتها منيحة. شو قصدك؟ الدكتور قال ضغط ويمكن شلل. لا، ما في هيك شي. أنا قلت له للدكتور مشان يقول لك هذا الحكي. أنت قلتي له؟ فهميني أنت ليش هيك سويتي؟ بصراحة فكرتك رح ترجع على البيت إذا زعلت على أمك، بس مو هيك صار. شكلك يا بنت ناوية تجيبي لي جلطة، ما؟ معقول عم تعملي هيك؟ طب ليش أحكي؟ بس أنت عادي تعمل هيك؟ ما عم تشوف حالك كيف عم تقهرها للخالة فتون؟ وكل يوم عم تتعب بزيادة. اللي أنا عملته مستحيل يتقارن قدام اللي عملته أنت. طيب أنت أقعد بالبيت وأنا ما عاد بعيد هيك شي. لك يا أحلام، إذا أنت رجعتي تصرفتي بهالطريقة رح جن، وجناني كتير بشع. قلت لي بدك تجن؟ شو رح يصير إذا جنيت؟ شو بدك تعمل فيني إذا جنيت؟ هلأ هي مكانتي عندك؟ صدقني أنت كنت دايماً قدوة إلي، يعني من أول ما عرفتك وأنا بعتبرك هيك. بس العالم تقول كلمة رجال بيخطر على بالي اسمك كرم يلماز، بس هلأ شوف حالك كيف صرت. بلا هالحكي الفاضي هلأ،
سمعته كتير، ما عاد ينفع. تتذكر كرم؟ تتذكر لما كنا بحديقة البيت القديم؟ كنا نستنى سومر وحاملين فوانيس بإيدينا. قالولنا إنه مات ومع هيك ضلينا نستنى. وإنت هلأ هيك عم تعمل نفس القصة بأمك كرم؟ نحن عم نستناك وعم نستنى رجعتك على البيت. لسه رح تستنوا كتير. سومر مات لهيك ما رجع. بس انت ليش ما فيك ترجع؟ احكي يلا، قلي انت ليش ما فيك ترجع؟ شايف يا سومر، انت ما متت، بس ما فينا نقول لحدا. وانت ما استغلتني كرم. اذا شفت هذا الفيديو من لابتوبي بتكون انت الوحيد الخاين، ورح تجبرني أخبر عنك بابا جلال. عقلي عم بيقول لي إني أسكت، بس للأسف قلبي لازم أعمل هيك. أتمنى ما تفتحوا يا كرم. كرم، رح تنتهي كل القصة ونقدر نمسك جلال بكرة مثل هالوقت بالليل. إجا الوقت لحاسبه على 20 سنة اللي مرقوا، وهذا بفضلك، بفضلك أنت. تعرف شو؟ لما تقدمت على أكاديمية الشرطة ما وافقوا عليك بسبب ماضي أبوك. ما كنت بعرف هالشي. أنا ضغطت عليهم لحتى وافقوا، وقلت لهم هذا هو الشخص اللي رح يكون زلمتي دائما وبكل وقت، وبفضلك أنت رح نفوت على نص بيته لجلال، على نص بيته. مو معقول، أنت عن جد طلعت بطل كبير كبير. لا يا ابني لا، أكيد أنا مو بطل، أنا ما عملت شي مهم، أنت هو البطل من الأساس. نحن قدرنا نوصل لهي المرحلة بفضلك. شوف هالمدينة حضرة المدير، شوفها، كل ما طلعت عليها بفرح. تعرف ليش بحس هيك؟ ليش؟ لأنه أنا إلي أخ موجود بهالمدينة. أنا وياه ما منعرف بعض، بس ساعة بساعة وخطوة بخطوة عم حس المسافة عم تقصر أكتر. رح تقلي هلأ إنه في شخص اسمه نجيب قال لي إنه أخوك عايش. رح تسألني أنت متأكد مزبوط؟
إن شاء الله ما يكون عم يكذب علي. ما بعتقد عم يكذب. ليش لحتى يكذب؟ إذا هو عم يكذب وقتها رح أحرق هاي المدينة يا سيدي، لأنه في جواتا نجيب وجلال رح قول لرماد. هذا مو وقت التشاؤم يا كرم، هلأ هذا وقت سومر. التسجيل اللي سمعته بالفندق معك؟ ايه طبعا جبته معي، ليكو معي. طيب انا فيني اسمعه؟ اكيد فيك، خذ.